خرشبيبه مصلحتي نسكوي. وينهم أطفالنا في التلفز؟ السؤال هذا سألته للأطفال بيدهم. مشيت اليوم المؤسسة التعليمية في ناجلند بالعاصمة وسألت صغيراتي اللي بالمناسبة نسلم عليهم برشا برشا ونقول لهم اسمعوا كلام مدام هاشر. واضح؟ شكون مدام هاشر؟ حتى هي المشرفة عليهم. اوكي نحيوه. حيوه. اسمعوا كلام. به. عاش شوشو. عاش تعمل حتى شيء خايب يغشش مدام هاشر. به. تفسير معناه اليوم نحكيه على انه الاطفال سالناهم قلنا لهم شنو هي مثلا البرنامج اللي تحبوا تعملوه في التلفزه لو كنت منشط او كنت منشطه لو كنت مقدم برامج شنو هي هكا البرنامج اللي تحب تعملوه. نبداو مع مؤمن اللي هو تلميذ صغرون عنده حلمه يما وديكا ديكا به. قلنا يا مؤمن شنو هو البرنامج اللي تحب تعمله في التلفزه؟ مؤمن تحب تعمل برنامج في التلفزه؟ اي حب نمثل. يحب يمثل. ايه بون هو مؤمن شوف راه نفس الشيء راه وجه الشبه بين البرامج والمسلسلات زوز يكتبوا لهم وانا انت طموحك مشروع. نمشيو للريتاج اللي عملت ديديكاس لعائلتها واصحابها وتسلم عليهم الكل. با ترى عطينا قول لنا كان جيت منشطه شنو تعمل انت كي نقول لك اجي قدم برنامج شنو هي البرنامج اللي تعمل؟ نتاع جو مثلا شنو هي تسمي؟ ليله اليوم كيف حد؟ شنو هي؟ ليله اليوم كيف حد حد؟ ليله اليوم كيف حد حد؟ معناها ليله اليوم ما كيف حتى ليله. هي فكرة حلوة والله حلوة مش مسروقة كيما نهار لحد ما يهمك في حد. اي نهار لحد ما يهمك في حد. اما نهار لحد ما يهمك في حد وبرنامج العاب اما ليلة اليوم كيف حتى ليلة هذا اسم برنامج تحقيقات هو تحت صحيح هذا اسم برنامج العادة في بوتشوشة تي في. ترى بقى نمشيو ليوسف اللي يحب يكمل في الألعاب واعطينا ترى شنو تحب تعمل البرنامج هكا اللي تحب تقدمه. انت مثلا باش تعمل برنامج في التلفزة بار اكزومبل البرنامج هذاك بتاع شنو هي بالضبط؟ جواب وعقاب. واحد انا نساله هو يجاوبني بالغلط يتعاقب. بون كاو كاسح اما خليه يجاوب بركه خاطر ديجا العقاب جاينا متلفس ايزي خليه كيك. نمشيو الجميله اللي عندها قدوه تحب تولي كيفها شكون ترى؟ مينا ستار. تحب تولي كيما مينا ستار؟ علاش؟ خاطرها تعجبني كل مثقفه ويعجبوني الحكم نتاعها. عندها حكم باهيه معناها تحب تعمل حكم كيما مينا ستار. اي أمينة ستار اللي عندها روبريك اسمها بلا حكمة في برنامج جودي تو على قناة الحوار التونسي وهاي عينة صغيرة من الحكمة متاحة فما مرة تحكي على كلمة تونسية نقولها برشا اللي هي كلمة برا وتعطي في كل مرة كلمة برا في شنو نجمو نستخدموها كيما برا امشي برا اقضي برا كذا هي تقول لك في كل مرة فيش نجمو نستخدموها الكلمة هذية وهاو ايش قالت بكل حكمة وسينا نحبوا نقعدوا ياسر مترابين اما كمان زاد عنا برا حكمة ولا مش حكمة؟ حكمة حكيمة بتقول حكم بتدي حقن مالا تنمشيو الريتاج ترات هو هاي مالا يقول لنا الريتاج انتي تحب تولي كيما حد من الإعلاميين سمير الوافي. علاش تحب تولي كيما سمير الوافي؟ خاطرو حلوف. من الناحية حلوف؟ كل شيء في العمايل متاعو معنا العمايل ولا الأعمال؟ هي ما قال ما قلتش حاجة تكلمت شيل خاطر من عند المليك أنا ما قلت شيء هو الحق حلوف في خدمته وفي خدمته وفي خدمته كاو بهاي ترى نمشيو النور ترى عطينا برنامج شنو تحب برنامج نور هاي نحب نعمل نجيب واحدين يشطحوا كل شيء بيجيب عبيد يشطحوا معناها البرنامج فيه كنشطيح اي هكا هو وغني وك اي كيف نقولوا نحن الجو هذاك بتاع تيك توك تعملوا انت في التلفز اي بي بون اوكي انا تقول لي اشطح معناها هي خاطر هنا عندها الحق راه تقول لك في بلاصه نقعد نجيبوا كل مره كرونيكور من انستغرام وكل مره كرونيكور من تيك توك عاد نعملوا برنامج تيك توك ونجيبهم فرد مره وفات الحكايه وهذا معناها في اطار بتبيع انه نقبل الناس كل احنا وكما قال المجمد توسس فينا تهز الناس الكل بنختموا مع هدايا اللي عندها موقف حازم. تتفرج برامج في التلفزيون انت؟ اما الاخبار لا تفرج في الاخبار حبوش ما نحملوش. علاش ما تحملهمش؟ هاي باك يقولوا واش ما نحملش ليه ما تحملوش في الاخبار مثلا حسينا ما نحبوش كاع ما يصيرش ما عندي انت كما تحبش حاجه لازم عندك سبب نعرفش هكا يتلاعبك ما نحملوش كاع نعرفش علاش بربي يسيب البلاد الاخبار هذوما على الاخبار تحكي اي على الاخبار اي شنو تحب تقولهم يزيم من الزعبين والفازيت والكراني نعرفكم راه فيقه بمشي عمرو تحكي على الاخبار اه سؤالي لهنا النشرة الوطنية؟ أنا النشرة اللي تفرج بها أمان الوطنية نعرفه منظمين مسنترين عارش تشوفوا في أخبار أخرى فما أخبار تعدى بالسرقة للصغار وما في بلاش المهم لهنا هذيك أخبار فيها كيكرة وكي تبدأ مثلا أخبار متاع فكرة هاي جينجل هاي
خرش بيبا خرش بيبا مع صلاح الدين ساكوعي.